تركز كثير من الدول المتطورة على توطيد العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات من أجل مرافقة الطلبة وتسهيل مهمتهم في ولوج عالم شغل. علاقة بدأ رجال الأعمال الجزائريين في العمل على تجسيدها بالجزائر لتأكدهم أن الطالب الجزائري أساس بناء مؤسسات واقتصاد قويين. التفاصيل مع أحمد محمود. العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية توليها كبريات الدول اهتماما كبيرا لما يمكن أن ينجم عنها من نتائج تعود بالفائدة على الطرفين، غير أن الوضع في الجزائر مختلف، ما جعل الطالب الجزائري يفقد الثقة في المؤسسات. الاتيديون بوندون لونتون عبالك لا بيردو ديسبوار باسكو قال لك انايا ولا نغرى على فان نخرج شومور لي زونتربريز يشيرشي عبالك يقول لك انايا نحوس واحد اللي عنده ليكسبيريونس. والاتيديون il peut pas avoir l'expérience même quand il sort de l'école. Mais pourquoi il cherche l'expérience? Parce que généralement, il n'est pas prêt à l'emploi. Il est généraliste ou entre Wishkara ou la réalité a un grand fossé. Mais on le spécialise aujourd'hui. La méthode de Nahnaya, l'entreprise, il stoppe l'étudiant. Donc il va directement être prêt à l'emploi. رجال الأعمال تفطنوا لأهمية مساعدة الطالب الجزائري للتقرب من المؤسسة وكسب ثقته ليتحول إلى نقطة قوة لها ويساهم في تطوير الاقتصاد. Tout vient de l'université. Le savoir, le développement, l'entreprise, tout vient de l'université. Il faut émerger des talents, il faut encourager ces étudiants, il faut les aider à montrer leurs talents en Algérie et produire leurs projets ici en Algérie, pas dans un autre pays. توطيد العلاقة بين المؤسسة والجامعة ومساعدة الطالب على الاندماج في عالم الشغل قد يساهم في الحد من نزيف الأدمغة الجزائرية إلى الخارج واستغلالها داخل البلاد.